اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي فته. ولما نقول فته يعني ممكن تكون لحمه، ممكن تكون فراخ، ممكن تكون فته كفته. النهارده معايا فته الشاورما بالزبادي، حاجه لطيفه وجميله. برضو هتتعمل الشاورما على اصولها، ولكن عندي خليط الزبادي مع الطحينه بنسب معينه بيوديني في مكان تاني مع طبق الفته بالذات اللي هي اساس مكوناته العيش. معانا النهارده كمان البطاطا الحاره او البطاطا الكزبريه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ودي عدل طبق فته ونقزقز جنبيها شويه بطاطا حاره كده بالكزبره والتومه مع لقيت فليفله حلوه تاكل صوابعك وراحه. ولكن الغريب النهارده المانجا بالجد عكس البطيخ. السنه دي طعمها سكر، والبطيخ بنسبه تقريبا 60% او 50%، ولكن انا حبيت المانجا النهارده اعمل كيكه بالمانجا غرقانه مانجا. ازاي يا عم الشيف؟ هنشوف الكلام ده مع بعض. الكيكه بالمانجا وهنغرقها في المانجا بعد كده، يعني من الاخر هيخش جواها مانجا قطع، والمانجا اللي هي اللطيفه، وبعدين تاخد عصير المانجا وهي سخنه وهي طالعه من الفرن. فعشان كده انا قلت كيكه بالمانجا غرقانه مانجا. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، لان ده حلقه لطيفه وجميله فيها فكر طهوي، وبرده باقل تكلفه ممكنه تقدري تعملي ايه الحاجه اللي انت حباها. هنروح فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه حكايه كيكه بالمانجا غرقانه مانجا؟ طبيعي لازم نبدا بيها لانها عايزه من الطايم تقريبا 40 دقيقه، فوقت الحلقه بتاعتنا يسمح ان احنا نعملها وندخلها الفرن. هنشوفها في نهايه الحلقه ونشوف ازاي نسقيها عصير المانجا وهي طالعه من الفرن. بنستقبلها بالمانجا. المقادير على الشاشه: 2 كوب من الدقيق، والعيار يا امي يا ست الكل اللي تعايري بيه الدقيق تعايري بيه بقيه المقادير. بنفس الكوبايه بنعاير سكر، نص كوب من السكر لان المانجا بتاعتنا معسله. معانا 1 كوب من عصير البرتقال، ده زياده شويه. معانا من البيض 3 بيضات، ومعلقه بيكنج باودر ورشه ملح صغيره، ومن الزبده نص كوب. دي المقادير على الشاشه، تقدري تصوريها بالتليفون او تكتبيها ورايا كمان مره. المقادير كمان مره: كوبين من الدقيق، معانا عصير مانجا ومانجا متقطعه معانا طعمها زي العسل، ومعانا 3 بيضات في المقادير، معلقه بيكنج باودر، اكتبي المقادير ورايا، رشه ملح صغيره، ونص كوب من الزبده المذابه بقليل من الحليب. نص كوب من الزبده المذابه بقليل من الحليب. دي هنبدا بيها نسيحها كده على ما نجهز بقيه المقادير، واحنا مع بعض كده واحده واحده. كفايه شويه الحليب دول، بنحط عليهم زبده. يعني ينفع تعمل الكيكه بالزبده يا شيف؟ طبعا. زبده مع مانجا حلوه. هنسيب دول كده على النار ونحط عليهم شويه فانيليا. خدنا الطعم. دي اول حاجه انا هعملها على نار هاديه واسيبهم كده. تقوم الفانيليا مع الزبده مع الحليب، مخرجنا اهي تركيا اهي. تقريبا ربع كوب من الحليب، عليهم تقريبا ربع كوب من الزبده وشويه فانيليا، واسيبهم على النار. نار هاديه جدا. حلو الكلام؟ نشوف بقيه المقادير يا عم الشيف. ومعانا قالب اللي هنشتغل فيه. القالب ده ممكن يكون على شكل قلب، على شكل مستطيل حسب الرغبه. جاهز معانا. بتغلفيه بزبده او بسمنه ويكون جاهز معانا بالشكل ده كده. نبدا نشتغل، ناخد 3 بيضات. بسم الله الرحمن الرحيم. البيض لو في التلاجة في أيام الحر دي طبعا أساسي، بتطلعيه قبل ما تشتغلي بعشر دقايق تقريبا. 3 بيضات زي الفل. طالما صفار البيض جوه البيضة ماسك نفسه احنا كده في الأمان. بنحط على البيض ده يا عم الشيف شوية سكر مع عصرة ليمون. السكر قد إيه؟ المانجا بتاعتنا معسلة، يعني بنحط تقريبا إيه شوية دول كفاية. حلو الكلام؟ وعصرة ليمون، ونقلب دول لوحديهم. ده البيض مع السكر مع عصرة ليمون. البيض مع السكر مع عصرة ليمون. تاني البيض مع السكر مع عصرة ليمون. زي الفل. بننزل بعصير
شوية مانجا. حلوة ومعانا مانجا متقطعة. تجيب المانجا تقشريها. بصراحة يعني أنا لو مش على الهوا دلوقتي المانجا دي بالمعلقة كده وكلتهم وخلاص وجريت. شفت المانجا؟ هي دي المانجا نازلة في قلب البتيع. تمام، حلو الكلام كده. خلصنا الايه؟ المانجا. قلبنا المانجا مع البيض عينيا زي ما هي كده موجودة، تقلبة صغيرة. الكيكة ولازم تكون قطع المانجا بالشكل ده كده، الزبدة مع الحليب. تدوب بس، أنا مش بخليها تغلي. حلو الكلام. على الزبدة ما تدوب بنجيب الدقيق بتاعنا اللطيف ده كده، كوبايتين من الدقيق، ونحط عليهم البيكنج باودر ونقلبه. يبقى أنا عملت هنا إيه؟ جزئين. الجزء الأول السوائل اللي هي عبارة عن مانجا وبيض وسكر والزبدة المذابة في قليل من الحليب، دول على جنب. خدت الدقيق حطيت عليه البيكنج باودر وقلبته ومعانا بالشكل ده كده. حلو قوي زي الفل يا عم الشيف. اخبار الزبده ايه؟ بتناديني. هو ده اهي، دي الزبده مع شويه الحليب بالشكل ده. فيهم طعم الفانيليا، الفانيليا طالعه مع البخار حكايه اهي. بسقطهم هنا كده. وجود الزبده اساسي مع الكيكه اللي انا عملتها دلوقتي دي، اما لما تبرد بتقطعها كده بتطلع معاك ايه؟ لطيفه وجميله. شفت المقدار ده كده؟ هو ده زي الفل. هننزل بالدقيق المخلوط بالبيكنج باودر. حاجات سهله بسيطه لطيفه اهي. ونقلب دول كده من غير ما اضرب ولا حاجه، واتاكد ان كلهم دابوا. لو احتاجت بعض السوائل في اختيارين، يا اما تحط شويه من الحليب يا شويه عصير مانجا. اتاكد ان الخليط داب وتبقى كيكه بالمانجا غرقانه في المانجا، بما ان احنا المانجا بتاعتنا مفيش زيها في الدنيا. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شفت المقدار؟ هو ده كده. المضرب هنا ملوش مكان لان هنا في قطع مانجا وانا مش عايز ادوبها. لو تدخلت بالمضرب هنا القطع المانجا دي هتدوب، وانا عايزها تبقى ايه؟ لها شخصيه كده في قلب الكيكه. زي ما نعمل كيكه بالزبيب كده وبالفواكه المجففه، لما تيجي تقطعيها بتلاقي الفواكه المجففه مع الزبيب باينه في قلب الكيكه يا اختي. حلو الكلام. قلبت المقدار، اشيل اللي ملوش لازمه هنا. واول حاجه افكر فيها الفرن من البداية خالص، أأمن عليه. درجة حرارته 180، أظبط الشبكة أو الصينية بتاعة الفرن في المكان المناسب على ارتفاع 3 سم من أرضية الفرن معانا بالشكل ده كده. وناخد العيار ده كده، وعندنا قالب لطيف زي ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه البساطة دي يا عم الشيف؟ الكيكة دي عندك في البيت فيها بروتين، فيها البيض، فيها نشويات وألياف، فيها مانجا، فيها سكريات، فيها فيتامين سي، فيها حب، فيها لخ، فيها حلوة. هنقلب كل ده كده هزة وندخلها الفرن. تمام، يلا بينا. يلا بينا اهي، دي مكانها هنا. اللهم صل على النبي. بص عليها كده، بص على المانجا جوه الفرن بتاعتنا اللي بتتكلم مصر. كيكه بالمانجا غرقانه مانجا. حلو، قافل. يلا بينا. يلا، هو ده. تعالوا مع بعض نعمل فتت الشاورما. طيب ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع اسرار عمل الفته باللحمه اللي هي الشاورما.
شاورمة الفتة بالزبادي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. بص عليها وهي طالعه من الفرن، بالله عليك بالله عليك يا شيخ، بالله عليك ما تزعلني منك عشان انا بحبك. ايه ده؟ ايه العروسه دي؟ كيكه بالمانجا، بالمانجا غرقانه مانجا، اللهم صل على النبي. الله، قلب بهديل كل الساده المشاهدين اللي بيحبوني واللي مش بيحبني برضه، بهديل القلب الحلو ده. عصير مانجا ينزل عليها؟ بس انا مش هنزل عصير المانجا ده غير لما نسمع مع بعض كده مطبخنا على شاشه القناه الاولى، رؤيه فن ابداع بمقادير بسيطه وسهله، ولكن حبك للمطبخ، حبك لاسرتك، حبك لعائلتك، لان مفاتيح السعاده جوه على باب التلاجه وعلى رف التلاجه في جيبك. تقدري تخلقي السعاده وتوجدي السعاده باكله حلوه، بكيكه بالمانجا غرقانه مانجا. الكلام ده منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو. ♪